ومارتنز. ولاحظ دائما بيلوتي ما تكون لديه كلمة عندما يتقابل الفريقين على الأقل في السنتين الماضيتين. هذه كرة تلعب الآن، تصل في المكان السليم، تلعب لأتزيكو، مرور جميل. مباراة في البداية الأولى مثيرة جدا، كرة عن طريق بالفعل، وهذه محاولة التسديدة، جول جول. هذه أجمل أيامه، أحلى أوقاته، أجمل أيامه، يعيش الفترة الذهبية تماما. أتزيكو أتزيكو، الكل يهتف لتزيكو، الكل يصفق لتزيكو. هذه أوقات المثالية، هذه أيام الجميلة. هدف نعم في أول محاولة تقريبا على المرمى يأتي الهدف الأول، لكن العمل كل العمل، العمل كل العمل، وبعد ذلك الكرة لم تسدد بقوة بل ركنت في الزاوية الصعبة جدا. على كل الحراس، كل الحراس، أفضل حراس العالم يعانون في مثل هذه الأماكن، لكن تزيكو طويل القامة، لكتة المميزة مع المنتخب المصري الشقيق في بطولة الأمم الأفريقية الماضية. انطلاق عن طريق إمرسون، يملك الكرة الآن ويأتي بكرة بعد ذلك تلعب للأمام والكل يبحث، والتسديدة قوية، جول جول. الله يا صلاح، الله يا صلاح، هدف جميل للفرعوني محمد صلاح، ويسجد لله شاكرا حامدا. هدف في غاية الروعة، هدف يا محمد صلاح يستحق الشكر نعم والسجود. يسجل روما ويتقدم بهدف ثاني. هكذا بدأت القصة، نقلت للأمام، وكان صلاح المنطلق للأمام، كان وراء الكرة الماضية، لعبت هكذا والتسديدة كانت محكمة تماما، وبالتالي محمد صلاح، محمد صلاح يسجل. الموسم الماضي الحديث هنا عن إيتوربي، وهذه كرة من ضربة ركنية تلعب الآن للأمام، يأتي الإبعاد والتسديدة القوية، الله ياهو، هدف يا باريدس، هدف للذكرى، هدف للمتعة، هدف تعيده مرارا ومرارا، وتحت أنظار الكبير تونتي. نعم، هدف للذكرى يا باريدس، قذيفة بعيدة المدى أحمرت من الكل، ولم يوقفها إلا الشباك فقط. هي قوية جدا، هي محكمة جدا، وهي بالتالي تذهب بهذه الصورة الرائعة الجميلة جدا. يسجل باريدس ويتقدم روما، ويحتفل تشيزني، بل تحتفل روما، كل روما بالثلاثية الجميلة المعبرة. أنا قبل انتر يعيش افضل اوقاته مع ستيفانو بيولي، وروما ايضا يعيش اوقاتها الطيبه الان، وبالتالي مباراه بكل معنى الكلمه. هذه فرصه خطيره، جول جول، سجل سجل البديل، سجل البديل، البديل ماكسي لوبيز، ماكسي لوبيز، 3-1 روما، الدور الاول 3-1 لتورينو، وبالتالي نفس النتيجه، نفس النتيجة، لكن يا لها من انطلاقة، انطلاقة خلف المدافعين، الكرة قوية ومرت على يمين. هذا دييغو بيروتي، لاعب ايضا مؤثر جدا مع فريق نادي روما. ايمرسون، دييغو بيروتي، مرور جميل، ربما تأتي العرضية، نعم يفعل ذلك الآن، وهنا محاولة من جانب صلاح وتوتي، تسديده، الله الله، يصنع الملك ويسجل ناين جولان، يسجل ناين جولان في ليلة الأهداف القوية جدا. سجل باريدس بتسديدة لا تصد ولا ترد، وبعد ذلك، لكن عينك على صلاح في المرة الأولى، من صلاح للملك، ومن الملك تأتي التمريرة، وبعد ذلك يسجل بهذه الصورة الراقية جدا ناين جولان، تكون الأمور 4-1.
تكون الأمور واضحة وصريحة. 4 لروما، هدف لتوريرو.